فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كظم الغيظ أدب عظيم لا يعرفه الضعفاء، فليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: فاعفوا عن الناس واصفحوا. فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.